رايا وآيا طبعا انت حضرتك خريجه فنون طهي. يا سلام. وآيا انت دارسه ايش؟ دارسه انا دارسه انتيريور اركيتكتشر. اها فشيء ما دخلوا بس ما لا بس دخلوا فن بفن. طيب. واه أكيد. اكثر انه ديزاينات وهيك من انه طبخ وبيكنج. برايا اكيد باكاديميات فنون الطهي او باماكن تدريس فنون الطهي هذا شيء يعني مش هذا ما يعلم اللي هو بالزبط. هي تعتمد على الموهبه بالضبط. هو يعني نحن بنتعلم الاشياء البيسكس. ممكن ساعدني الموضوع انه بالحشوات بالاساسيات بالضبط التكنيكس مثلا. بس باقي الاشياء طبعا كانت شيء انه يعني فيك تحكي موهبه. مع انه براكتس مع الواحد يعني هيك. طيب بما انك فتي انت فنون طهي وانت بالاكاديمي وانت تدرسي وانت على مقاعد الدرس حكيتي انه انا بدي افتح مشروع لتزيين الكيك. هلا انا كان ميولي اكثر بيستري. هلا انا تعلمت كل شيء بس لحظتها ما كنت عارفه بالضبط ايش بدي اعمل بس كثير كنت احب البيستري. فبعدين بس خلصت طبعا تدربت اشتغلت شوي وبعدين فكرت حكيت انه لازم ابدا بشيء لإلي. يعني كان شيء يعني كثير ببالي كنت دائما افكر فيه. فبدينا بالبيت اولا هيك قعدنا تقريبا سنه وبعدين فتحنا. هلا عندنا محل طبعا نحن بنشتغل كله باي اوردر ما عندنا انه اي شيء جاهز بيكون كله كاستمايز حسب كل حدا شو بحب. يعني قبل قديش الواحد بوصيكم اذا بده يعني اراوند اسبوع شوي هو اكثر وقت اسبوع لانه في تفاصيل اذا بورجينا طلع هي مخرجنا الفاضل قاعد بورجينا التفاصيل تفاصيل دقيقه. مين اللي بيجمح بهذا الخيال؟ من من كنا التي تجمع بالخيال عشان تسوي الكيكات بامان؟ شوف هلا آية هي شاطره بشيء انه هي ما في داعي يكون قدامها بلان او يكون قدامها شيء واضح عشان تبدا منه. فهي خلص مثلا عندنا شيء بدنا نعمله ثيم معين دايركت تبدا يعني دايركت تبدا بالشغل اطلع خلص معها بلحظه. انا لا انا بحب انه يكون مثلا قولوا لي ايش اعمل او افكر او اكون قررت ايش بدي اعمل الالوان هاي الديتيلز وبعدين انه يعني ببدا اشتغل فيها. طب آية قديش عمر مشروعك صار الان؟ يعني صار له تقريبا 3 سنين. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات هذا بعد ما خرجتنا من البيت يعني ولا من البدايه يعني من البيت من البيت وصولا الى الان من البيت للمحل اللي احنا فيه. وهلا يعني اغلب شغلنا حفلات ويدنجز انجيجمنتس يعني حفلات كبيره فانه يعني كانت بدايه سريعه. يعني في فيمة معينه بطل يعني اكثر طلبا بالاردن عن غير حسب الموسم. يعني هلا بدا الصيف فبتحس هلا كثير بحبوا هاي الثيمات اللي هي اندر ذا سي. ايش والله حكينا عن تفاصيل هاي ايش الموجود فيها؟ انا شايف شيء مخبوز هلا القاعده تبعتها هذا بروفيت رولز. هذا التور. هلا هدول فيهم طبعا اشكال من عجينه السكر معموله تمام. وهدول التاورز كثير انه الناس بتحب تطلبهم مع الكيك عشان ما تكون لحالها فهي بتكمل الثيم. بيكونوا هيك خفيفين. هم بيكونوا محشيين بيستري كريم يعني في طبعا دونتس في ماكرونز في اشياء. وبتطلب انت النكهات ككيك النكهات طبعا في اشياء هلا اللي نحن بنعمله انه كل شيء حتى الحشوات السايزات كلها نحن بنعملها من الصفر عندنا يعني ما بتكون انه جاهزه بالضبط شيء جاهز وكل حدا بيختار السايز الحشوه تاعته الديتيلز كلها اللي بده اياها. طيب اللي بتعامل معكم بامانه خلينا نكون صريحين طبعا يتوقع تصميم قوي ولا طعم الكيكه طعم كيكه زاكي كمان؟ هلا كل الناس او مو كلها يعني 80% من الناس اللي كانت تيجي عندنا اول شيء كان يعجبهم الديزاين تمام يعني كشكل. كشكل. بعد فتره لما يجربوا ياخذوا طبعا لانه هم بهم خلص انه عندهم حفله بهم طبعا الشكل بهمك انت بالاخر شكل هذا وتكمل الثيم بس يجربوها بصيروا انه بيحكوا واو انه اثنين مع بعض. وانت بتعرف انه لما الكاستمر نفسه بيرجع مره ومرتين وثلاثه حتى لو مثلا انا ما عندي قدره اعمل لك هذا الديزاين ما عندي وقت مش مشكله بغير الديزاين على اساس انه يعني ياخذ من نفس من يعني بصير عنده لويالتي لكم لانه حب المنتج. ليش؟ لانه كثير قليل بنقدر نلاقي زي ما حكى سمير اثنين مع بعض كثير قليل صح. تلاقي الشكل الحلو والطعم هلا مبدئيا حتى كواليتي الاشياء اللي يعني بنستعملها كمواد وهيك انه كلها اشياء منيحه وهيك خبز الكيك عندك اكيد هاي ولا لها دخل يعني ومين اللي بيقدر بالمصاري؟ احنا الاثنين طيب وببلش يعني هسه لما اجيكم شو اللي بصير؟ مرحبا كيف حالكم؟ ذا كيك جاليري والله انا عندي بصراحه معظم اونلاين يعني معظم الحكي بصير اونلاين في ناس بتحب تيجي على الانستغرام فعندنا حفله في ناس بتحبوا خلص انا عندي شيء معين بدي زيه
في ناس لا فليكسبل يعني انتوا ايش عندكم افكار او بيجوا على شايفين يمكن الموضوع في حفل ما او في عيد ميلاد ما او الفكره او عندك زيني انا بلشت هيك اصلا شوف بس بدي اسالكم هلا انتوا الافكار او الموديلات او الكاركترز اللي بتعملوهم بتورجوهم تعرضوه عندكم إشي تورجوه للناس ولا بس هم بيجوا بقولوا لكم بدنا هيك بدنا هلا في اثنين زي ما حكيت لك يعني في إشي اوريدي اغلبه بشوفوا اصلا على الانستغرام يعني في عنا صفحه في عنا كميه ناس وكلهم بحب يعني بشوفوا الشغله خاص انه بدنا زيها بالوانها تمام. بشكلها هيك تمام. يعني تمام شوف روان الوقت ازف رايا وآية دائما نفتخر خلينا نحكي بالفتاه الاردنيه طبعا يعني ما توقعتنا وانا خريجه هيك وانا خريجه هيك بدي وظيفه لا جمعتوا بخيالكم وقلتوا انه احنا بنقدر نسوي هكذا مشروع راح نتملكوا كل التوفيق يعني ما شاء الله عليكم شكرا قدعات الله يوفقكم يا رب ونتمنى انكم يعني مشاهدينا الافاضل تجربوا ذا كيك جاليري آية ورايه مصاري عندنا في انا اول وحده راح اجرب اهلا وسهلا اهلا وان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله هيك انا اتواصل معكم ويكون في عندنا مناسبه ان شاء الله الله يديم المناسبات سعيده على الجميع يا رب ان شاء الله ممكن مثلا نسوي مثلا احد الزملاء ممكن نسويه